هنا بدا الوحم، انا بدا الوحم الخوت، باقي ما عارفينش لا واش دري ولا بنيه، باقي ما عارفينوش. وراكم عارفين الوحم راه كيكون صعيب شويه. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا الخوت، بغيت نقول لكم كاين واحد الكاميرا اللي زوينه بزاف كديرها، درتها لكم شحال هادي. المهم ملي كتاخذها كتاخذها من الكابلي هذا كيعطيو لك كاميرا زوينه اللي فول اش دي الخوت. الكابلي ديالها راكم عرفتوه اللي صالحة زوينة بزاف، انا عجبتني وهي اللي غادي نديرها ان شاء الله في الدار. لحقاش واحد كاليتي اللي زوينة، جود 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 كواليتي الخوت، فيري جود كواليتي. كيف كتشوفوا هي هادي انكي الخوت، راه زوينة بزاف وحتى من اللي مخير كاع. والكاليتي اللي كنقول لكم راه كاينة الفوركا شحال هادي وريتها لكم، هادي فول اش دي اللي صراحة الكاليتي ديالها زوينة بزاف بزاف ورخيصه، ماشي غاليه ولا شي حاجه. المهم هذه الشركه انكي الاسم ديالها، كيعطوك الكتاب ديالها باش تكونوا عارفين تشوف كيفاش غادي تخدمها وداكشي المسائل ديالها. كتشوفوه كيعطيوك هادو المسائل ديالها، كيعطوك هذه اللي غادي تبغي تركبها مثلا في الحيط باش تراسي هنايا المسائل باش تركب ديالك. كاين المسائل ديالها هادو ما لي سوارات ديالها، المسائل هادي باش غادي تلصقها سكروز والمسائل ديالهم هادي راك تبقى هادي. المهم هذا اللي كدير هي كتجي امنه، راه زوينه بزاف صراحه. المهم راه امكي، راه غادي تلقاو كلشي في الديسكريبسيون ان شاء الله، اي معلومات ديالها في الديسكريبشن وغادي تلقاو كاع الانفورميشن تما ان شاء الله. هذا ما كان الخوت، نكمل الفيديو ديالنا ان شاء الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا كيف شفتوا بدينا بواحد الاشهار هو الاول. هذا اشهار ديال الشركه، هذا ماشي ديال دعم القنوات، هذا كيكون يعني هذا هو اللي كنقولوا عليه خدمه. كيف راكم عارفين انا القناه عندي الا كنت كندعم القنوات اللي يلاه باديه راه كتكون غراتوي، راكم عارفين القضيه ديما كيكون فيها ريال لا جوج. المهم الخوت غنبداو الفيديو ديالنا. قبل ما نبداو على داكشي اللي كتشفتوا في العنوان، غادي نوريكم واحد اللقطات من يلاه عرفت لويز، من يلاه عرفتها في تركيا. ونهار كانت هي غادا بحالها من بعد هذيك جوج سيمانات اللي كانت دوزات معايا في تركيا، ملي كانت جات هي كافا كونسي والام ديالها. ونهار كانت غادا نوريكم واحد اللقطات من هذا الشيء هذا حتى جات للمغرب. بحال مثلا بهذه اللقطه هذه، هنا كتسنى ترونسبور غادي يديها للمطار، غادي يجي واحد كار خاص بهم غادي يديهم. هنا راه كانت كتبكي، وقبل من هذه راه كانت كتبكي واحد البكاء بحال شي حد مات لي الله يستر، عرفتي كتبكي تبكي تبكي تبكي. هنا بعدا شويه حيت كاينين الناس وداكشي صبرات شويه، هنا راه والو ما بغاتنيش نصور، ولكن انا بغيت نخلي هذاك الفيديو يبقى كذكرى. انا يعني ما كان لي يوتيوب ديك الساعه لا حتى شي حاجه. كيف كتشوفوا شحال كتبكي الفيديو الاخر حتى هو كتبكي فيه يعني بزاف بزاف، وما حاملهاش هاد اللقطه نهار غادي تمشي. واش قالت؟ كانت عيطات الباترونه ديالها، كانت قالت ليها بغيت نبقى، بغيت نزيد عاوتاني نبقى، وقالت لها ما غير سيري رجع للبلاد وانا غادي نبقى في هنا في تركيا مع بجليل. والباترونه ديالها الشافه ديال الخدمه ديالها قالت لها لا، قالت لها ما يمكنش لك، خاصك ضروري ترجعي. يعني هنا باقا ما قراتش بان راه غادي تسالي الخدمه ديالها، غادي تسالي كلشي وغادي تجي عندي. هنا الفيديو الاخر هي كتب كيفيه، هنا راه باقي راه عيات مع ديك الشافه ديالها قدامي كانت كتعيط لها وما خلاتهاش، قالت لها لا باغاك تجي خاصك ترجع للخدمه، وحيت كانت هي لويز كانت مناجر تما في هذيك الخدمه. صافي هنا مشات بحالاتها وضربات شهر السيده، صافي قررات مع حيت راكم عارفين القصه ديالها في الاول عاودت لكم البلان، قررات غادي تسالي الخدمه ديالها، غادي تسالي كلشي، غتمشي تبعد على عائلتها، غتهرب منهم وغادي تجي عندي. يعني علاش يعني صعيبه هادشي؟ علاش ما كنقول ما نساش خير هاد البلان هذا وما نساش شنو دارت عليا؟ يعني ماشي بزاف الناس كيقول لك راه هي اللي جابتك، راه هي، وانا كنقول لك بشحال من خطره راه ماشي هي اللي جابتني، جبت راسي بلاصي، وانما في هذه القضيه هذه ما نساهاش. يعني مهما تخلات على كل شيء على ودي، الخدمه ديالي اللي كانت خدامه اكثر من تقريبا طالعه في 3 سنين ولا قلت 3 سنين فواحد الصالير مزيان، وكانت مناجر تما حتى هي شافه على بزاف الناس، عندها عدة الشافه ديالها، ودارت لها وعائلتها والديها عندهم غير هي، وعندهم هي واحد اختها ولكن اختها غير من ما وما عايشاش معاهم كاع، كتجي مره مره واحد اختها درويشه، ولكن هي اللي عندهم وما عقلاتش عليهم، ما عقلاتش حاجه. يعني تعمات السيده بغاتني بغاتني، صافي هنا قررت غادي تجي عندي. قالت لي انا جايه من بعد شهر قد قد غترجع عندي لتركيا. هنايا كنتسنى في المطار في تركيا، يعني هنا انا ساليت الخدمه ديالي هذا النهار، هذا ساليت هذا النهار انا كنتسناها
والغد لي غادي نمشيو للمغرب. تخيلوا مرتاحتش يعني كيف جات اليوم الغد لي كنا غنمشيو للمغرب. رايك اش بالكم الجايه؟ لا يا صافي يا صافي راه جيبه حويجات. كيف كتشوفوا شحال ديال الباليزات جيبه صافي زات حويجه كاملين. هنايا من بعد ما جات مشينا خرجنا في هذيك الليل صافي. انا كنت ساليت الخدمه انا ديالي في نوفمبر، نهار 4 نوفمبر جات عندي و5 نوفمبر جينا للمغرب. هنايا كنا مشينا عند مجده، الا كتعرفوا مجده غماري، مشينا عند الدوره. هنايا الغد ليك غادي نمشيو للمطار صافي، غادي نمشيو للمغرب. مع ديك تقريبا واحد 4 ونص ديال الصباح كنتسناو الطياره، كنتسناو الطياره ما بغاتنيش نصورها. وانا كنت باغي ندير الفيديوهات ماشي على يوتيوب، ما كانتش هذيك الساعه ما كان على بالي لا يوتيوب لا حتى شي حاجه، غير باش يبقى عندي وصافي. هنايا كانوا عطلوا علينا الطياره، كانت عطلات كانت تاجلات. لويز طلع عليها الدم ولات جالسه في الارض صافي، ما بقاتش باغي تزعزع تصور الاخرى حتى هي جالسه في الارض ما باغاش تنوض. هنايا صافي طلعنا الطياره، من بعد الطياره جات هنا كانت رسماتها في سبعة لعيبات سبعانا زعما انا وهي الطياره. هنا صافي وصلنا للمغرب، تلاقات مع الوالده. انا دابا كنوريكم هذوك لي ديطاي اللي ما شفتوهمش وما عارفينهمش، يعني كنوريهم لكم دابا كنعاود لكم القصه وبلي ديطاي ديالها. هنايا تلاقاوني زعما بالحليب والتمر الوالدين. هنا النهار الاول، النهار الاول فاش الغد ليه في الصباح كلاش هاد الكيكات هادو. هنا ديناها المسجد حسن الثاني، عرفتي هنايا غدا السيده غدا تبدل، غادي يعجبها المغرب بزاف والمناخ ديالو واحد الجو اللي زوين. اللي هذا في شهر 11 في بلادهم كاين الشتا والبرد والثلج بدا كيطيح، كان حيت هذاك العام في هذا العام هذا اللي كانت فيه كان الثلج طايح عندهم بكري، وكنت كنشوفو انا في الفيديو ملي كانت كتعيط ليا وكنهضر معاها. هنا شافت الشمس الحراره زوينه وداكشي عجبها الحال. هنا كيف شفت خدات صاور هنا في مسجد حسن الثاني، هنا بدات كدور انا عاجب الحال مع واحد الاخ ديالي نيت انا عاجب الحال. خدات فيديوهات بزاف انا كندوزهم دابا. هنايا من بعد هذا دابا غادي نقز لكم شويه عاد غادي نرجع من بعد. هنايا من بعد العرس ديالنا وداك الشيء راكم شفتوه، هنا ملي كانت هنا بدا الوحم، هنا بدا الوحم الخوت. باقيين ما عارفينش لا واش دري ولا بنيه، باقيين ما عارفينوش، وراكم عارفين الوحم راه كيكون صعيب شويه. هنايا كانت بدات كتوحم على هاد العواصير وعلى الشوكولات على الميموات، ولكن واحد الحاجه مع انا اول مره يعني غادي تكون عندي يعني شي زياده ان شاء الله. في ديك اللحظه يعني ما كنت فرحان ملي كتوحم على شي حاجه بغاتها، انا اوتوماتيك كنمشي مثلا هزات شي عصير بغات وعجبها كنمشي كنهز منه 4 ولا 5 ولا 6 كنحطها. مشات لشي شي كيكات ولا شي حاجه عجبوها كتهز وحده منهم كنهز عاوتاني شي 4 ولا 5 ولا 6 كنحطها. انتما غادي تشوفوهم، ولكن كاينين شي وحدين غادي يقول لك اه حقه راه كيديروا غير شي بنات هذو شي وحدين كيف ديما كيقول لك اه حقه راه حيت قوريه كيدير معاها هكا، كون كانت مغربيه راه ما يديرش معاها هكا. يعني دائما كيقول هذه القضيه، وانا كنقول لكم شحال من خطره الناس اللي ما عارفينيش انا ما كنعاتبش وما كنعيبش المغربيه اخوت، ما كنعيبهاش نهائيا لحقاش انا اللي كنقول لكم. وهي المعامله، راه تقدر شي واحد شي كوبل مغربي احسن منا حنا كاع، ولا احسن من شي كوبل احسن منا حنا اصلا. يعني كتلقاهم يعني شنو هو المفاهمه، الا كانت السيده مفاهمه مع راجلها وراجل مفاهم مع مراته راه هذيك هي اللي احسن حاجه. يعني انا كنقول لكم شحال من خطره وكنعاود نقولها، الا عيبت على مغربيه ولا خسرت لها الصوره ديالها راه بحال خسرت الصوره ديال الوالده ولا اختي ولا بنتي. يعني راه ماشي الوالده ديالي عندي اسبانيونيه ولا طاليانيه ولا راه هي مغربيه. يعني انا ما كنعيبش على مغربيات، ما عمرني طيحت منهم ولا نقصت منهم. حاجه اللي كنقول لكم وهي التعامل فقط. انا راه والا راه كتقلب شنو غادي ناخذ شنو غادي ناخذ، بقى حيره انايا بزاف ما عرفتش شنو غادي تاخذ. يعني هاي مشات هنايا غادي تمشي تاخذ شي يقولوا لي كيف كتشوفوا هنا شحال ديال الدوبل هنايا، اي حاجه فيها الدوبل غتمشي تاخذ شي حاجه من تما غادي نمشي نهز منها عاوتاني غادي نزيدها. يعني الا لاحظتوا فداك الشاريو راه فيه شحال ديال الدوبل فيه هاي مشات هزاتها جايبها غادي نمشي انا على نيتو غادي نزيد منها عاوتاني. انا بحيد لكم الصوت باش ما نتخربقوش في الهضره. انا مشيت هزيتها وحطيتها المهم هنايا كيف كتشوفوا راه فيديوهات بزاف ديال القضيه هذه ديال ما الوحم راكم عارفينه. هنا لويز نصرات يعني صافي ولات تداصر على المغرب وعلى العائله ديالي وداكشي، بغات جلابه مشينا شرينا لها جلابه عزلات جلابه لبساتها كانت كتلبسها خساره ما كنتش كنصور ديك الساعه فيديوهات وداكشي. انا لابسه جلابه تخرج بها دائما ودير ودور بها معايا وداكشي. هنايا راكم عارفين الوحم، وهنا جينا مراكش
وما قادراش تسنى الماكلة. هنا ملي خدات هذه هزيتها من انستغرام واحد ستوري كنت حاطه شحال هذه صافي هنا راه فرحانة. هنا واحد فرحه راه عرفتي ما قادها فرحانه اول مره جات مراكش عرفتي وشافت هاد الناس ودير هذيك الطاقيه عرفتي شحال ديال الفرحه بحال التصويره الاخرى شوف شحال وجهها شحال يعني كتبان فرحانه بزاف غير ديك الطاقيه حطوا عليها وما كيلعب وحده وداك الشيء السيده عرفتي ماتت من الفرحه الصراحه. هنايا مشات كتلعب مع القروضه ولكن هي الصراحه عجبوها القروضه وداك الشيء ولكن بقى فيها الحال ديال بصح طلع ليها الدم يعني الصراحه نكونوا واقعيين قالك علاش داير لهم السناسل وعلاش كيضربوهم بالعصي والصراحه الله يسمح ليهم شي وحدين الله يسمح ليهم كتشوفوا ما نشوفهم شحال من خطره هازين عصا وكيضرب فيه حشومه حشومه يعني وكيبينوا فينا ديك البلاصه بلاصه حساسه اللي ديال التوريست وكيشوفوا المغاربه كيفاش كيديروا واحد هز عصا وكيضرب في هذاك القرض الله يهدي شي وحدين حشومه صراحه بقى فيها الحال على هذه القضيه وبزز خدات التصويره بحال هكا قالك خاصهم يكونش شادين بسناسل علاش خدات التصاور هذا بحال هكا. هنايا كنا تلاقينا مع واحد الدري كتعيط ليه وتلاقينا في مراكش هذا هو اللي كان خدام معايا في تركيا سميتو ربيع كان خدام معايا في تركيا وهذيك البنت اللي معاه زوج بات هي كنعرفها كانت هي جات افاكونس تما بحال البلان اللي بيني وبين لويز هي هولنديه صافي وتزوجوا كنا تلاقينا في مراكش كنا نطلعوا للصحراء من مراكش نطلعوا للصحراء كنا غاديين هنايا مشينا للصحراء دوزنا وقت زوين لويز راه فرحانه مع هاد الجمال هادو صافي غاده وفرحانه ما قادها فرح كتشوفوا التصاور ديالها هنايا ملي صافي مشات باغات هي تولي غادا صايقه الناس هذوك يعني واحد ناس بزاف غادو قالك هي اللي غادا تجرب وغادا تصاوب بهم فرحانه بزاف كيف كتشوفوا شحال فرحانه هنايا الدري صاحبي ومراتو الهولنديه انا صافي لويز دسرات دسرات هنايا بزاف انا كنوريكم هادشي من التليفون من هنايا وكنحطو ديريكت في الفيديو الزيف ديك الساعه هنا ملي هنا باش تعرفوا راه كيتخلط داك الشيء هذه من بعد تقريبا واحد 4 ايام ملي جات اول مره المغرب كتشوف كسكسو كسكسو مغربي لحقاش هما هذه اول مره غادي تشوف كسكسو مغربي لحقاش هما هنايا عندهم كيان تبين مروكان كسكس اللي هو كسكسو مغربي اللي ماشي هو نهائيا قالت لنا راه حنا عندنا في شكل كنلقاو بانه كسكسو مغربي ملي جيت عاد شفتو ماشي هو نهائيا انا اول مره غادي تاكل كسكسو وكتشوف الوالده هنا كيفاش كتسقي عجبها الحال يعني اول مره يعني داكشي كيبقى كتسائل كيفاش كيديروا هذا الشيء كيفاش كيطيبوه كيف كتشوف الوالده وكتشوف هنايا غادي تاكل كسكسو اول مره غادي تذوق كسكسو هنا راكم عارفين هنا ايام العرس نهار النقش هنايا ديالها اللبسه خضراء هذا وباقي ما فاهمه والو مسكينه ولكن راه دصرات هنايا الصراحه ولكن غالبه عليها شويه الحشمه لحقاش انا وغادي نحشم مشات غادا تنقش هنايا كتنقاش في هاد التصويره انا راه هنايا راه حشمان خوكم حشمان ديال بصح وعرفتي مع انا وواحد الشخص راه واخا دصرت دابا انا شويه وداكشي على الكاميرا وداكشي كنهضر عادي لحقاش بوحدي ما معياش الناس يعني ملي كنكون مع شي مجمع ولا شي حاجه راه كنحشم بزاف راه الصراحه واحد الحشمه راه انا بزاف غالب عليا كيف كتشوفوا انا في هذا الفيديو راه غالب عليا بزاف والسياح حتى هي ما فاهمه والو هنايا مع جدة الله يرحمها الله يرحمها في هذا النهار هذا مسكينه جدة لويز راه كتبوز عليكم في هذا النقش هذا كتوري عليكم لبسه خضراء انا هنايا واخا كانت غالبه عليا الحشمه هنايا الخوت هذا وجدودي الله يرحمه مساكن يا رب ترحمه مساكن الله يرحمه صوري معايا هنا لويز مشات بدلات باش انا مشيت بدلت انت ما تشوفوش شحال حشمان هنا راه ما باغيش نشوف في الناس ما باغيش نشوف فيهم نهائيا غادي نبقى حاضر راسي وغادي ما فاهم والو الناس مع قدامي صافي هذاك الحشمه غالبه عليا بزاف بزاف عشان ما بقاش نشوف فيهم هادشي والو 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 بزز ما عادي الله زيد عيني بالزربه وهبطت بالزربه صافي بالزرب نهز ونهبط هنا هي التصاور ديال اللبسه الزرقاء هنا مع الوالده والوالد الله يخليهم ليا تما والدي الوالده كتشوف فيها هنا مع شنو كنت كنقول لها كنشوف بخنزير في الوز مع شنو كان كنقول في ديك اللحظه اللي ما عرفت انا راه غادي نصور صافي هي مشات بالثلاث ديك الساعه شوف غادي الحشماني هنايا اللبسه هنايا باش تشوفها تصاور مزيان حتى انا وريت لكم هاد العرس هذا راه وريت لكم حاط فيديو ديالو خاص به
راه كاين شحال اللي حطيته متصاور ديال الخاتم هنا صافي. لويز صرات هنايا العائله والولده كتبشط لها مسكينه صافي ولات حسبها بنتها. لويز ولات كدير هنا الزيف ماشي شي زيف ولكن من بعد دارت الزيف ديال بصح ما كاين واحد صاور عندي ما نحطه ان شاء الله من بعد. هنايا اول مره والديها غادي يجيو عندي اول مره غادي يجيو المغرب باش يشوفوا بنتهم. حنا حسيناهم باش بغاو يشوفوا بنتهم لحقاش بقاو معنا تقريبا واحد 5 ايام ولا 6 ايام ما عقلتش بالضبط. ما ديتهم لا مراكش ديت حتى شي بلاصه ما عدا كازا وحتى انا ساكن في كازا ديتهم غير الرباط. يعني اول مره جاوا يشوفوا بنتهم في كينا وداكشي مع ذلك ارتاح الصراحه. يعني حنا شناو كيفاش كيلاحظوا بنتهم هذا الكور كيبغوا يقارنوا ما كيبغوش يهضروا شحال كيلاحظوا كيشوفوا بنتهم واش فرحانه صافي لقاو بنتهم بانها ولات وحده منا ولا داسرة علينا تشطاح تدير شي مقاليب لخواتاتي ولا الوالده تعنقهم الوالده تلعب معاها ماشي مشكل عادي صافي. هما شافوا داكشي صافي هما يرتاحوا بان حكم هي اللي عندهم هي البنت الوحيده اللي عندهم وخلاتهم وجات لعندي. هنايا في الرباط كتشوف التصويره حسان هنايا ما بين السلا والرباط حسان هو راه عالم اش كيدير في التصويره هنايا لويز تاعي وجهها كيدير هنايا تا هما جالسين في دوزنا وقت زوين صراحة عجبهم الحال بزاف عجبهم. الواحد غير يكون طبيعي انا كنوصيكم على هاد القضية يكونوا طبيعيين مع الناس مع الناس سواء كاوليين سواء مغربيين سواء اي واحد الواحد يكون طبيعي في الحياة ديالو. هادو هنايا في التوين دوزوا وقت زوين صراحة فرحوا وصافوا ملي مشاو لبلادهم مشاو مهنيين على بنتهم مشاو مهنيين. هادي اخر صورة نهار لويز الغد لي غادا تمشي لبلادها ومشات شافت جدة الله يرحمها مسكينة مشات سلمات عليها جدة بكات عليها في هاديك اللحظة كات سلمات عليها وقالت لها بسلامه وداك الشيء مع كانت كتجي عندها دائما. وجدة ساكنه حدانا حتى هي ماشي بعيده علينا ومشات سلمات عليها كانت الغد لي غادي تمشي وانا من بعد نلحق عليها. يعني ملي كانوا رفضوا لي انا ديك الساعه باقا معايا وكانوا رفضوا لي الفيزا درنا لهم شكايه وعيرناهم وعيرنا بزاف وداك الشيء عاد بدلوا لي القرار بدلوه راكم عارفين الفيديو راه قلت لكم شحال خطره كيفاش تغيرات لي الفيزا من بعد الرفض وما يعيطوا لويز قال لهم اللي يشوف الايميل ديالو راه بدلنا لي القرار بغينا نعطيو الفيزا دابا. يعني تقول لي الرفض بان 100% مرفوض ولكن درت عليهم شكايه وعايرتهم عايرتهم عايرتهم ماشي معيور هضره خايبه ولا عايرتهم ولكن عايرتهم واحد الكلمه قلت لهم شفاره قلت لهم كلام شفاره. يعني انا عطيتكم الدوسي كامل مكمول ما في حتى حاجه ناقصه وعطيتكم اكثر شي حوايج ما باغينهمش عطيتهم لكم ودرت لي الرفض ما عندكمش الحق نهائيا. يعني انتم بغيتوا غير هذيك 1200 درهم غير باش تاخذوها وصافي. يعني بديت كنعاير نعاير نعاير وكنهضر قاصح وفي الاخر ما يعطيوني. هذه جده مسكينه كما قلت لكم هذا وريتكم انا غير لقطات من الفيديوهات اللي وتصاور اللي كانوا عندي باقيين عندي بزاف غادي نوريكم واحد وحدين ملي كانت دوزات معايا لويز الفتره ديال هذيك 14 يوم في لوطيل ملي كانت جات كفاكونس غنوريكم هذيك اللحظات اللي كنا دوزناها تما باقيين عندي فيديوهات راني في البيسي وباقيين عندي بزاف الحوايج وعلى حتى هذيك العقيقه ديال بنتي اللي كدرتها ليها وكنت وريتكم فيديو كنت حطيته في في في, في اليوتيوب باقي شي فيديوهات عمرني وليتهم ليكم غادي نوريهم ليكم حتى هما. يعني والله كنا جايين من الدار وغادي نمشيو ندير العقيقه وغادي كيفاش نقادو المسائل كنوجدو في المسائل ديال العقيقه. هذا ما كان الخوت. المهم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. انا كيف قلت لكم شحال من خطره لويز راه ما كنساش ليها هادشي اللي دارت. يعني ضحات معايا خلات شحال من حاجه بحكم هي اللي عند والديها ما عقلاتش عليهم خلات كلشي دارت كلشي بحال هكا وجات لعندي وجلست معايا لمده ديال 6 شهور في المغرب. اما غادي يقول لي شي واحدين لا راه حد قاوريه كدير معاها هكا ما عنديش انا بحال قاوريه بحال مغربيه انا كتبقى غير المعامله فقط فقط راه مغربيه هي مزيانه راه كيف قلت لكم راه تلقى كوب المغربي احسن منا ولا احسن من شي وحدين اللي احسن منا حتى هما. يعني كتلقى المفاهمه هادشي اللي كنقول نوصي عليه انا شحال من خطره كنقولها لكم. هذا ما كان الخوت شكرا لكم بزاف تلقاو ان شاء الله فيديو اخر. السلام عليكم.